عشنا واحدة من أحلى وأجمل تجارب الكرنفالات بالعالم اللي داخلة موسوعة جينيس. هذا محل عنده 9 جينيس وورلد ريكورد. The world's biggest popcorn machine. يعني أكبر أرمية بشار. إيه. المكان مليان بالسعادة والحماس. المكان اسمه كارنفال ماجيك بجزيرة بوكيت تايلاند. وبصراحة المكان فعلاً منافس كتير قوي لديزني لاند. الديكور رهيب، تنظيم رائع، الخدمة ممتازة، الموظفين مميزين. أول شيء خلينا نبلش بقسم الأطفال. هون كمان في أكتيفيتيز للولاد، شكله كيدز كلاب. هن بيعملوا، هن قالوا فينكم تدخلوا جوا نشوف بعدين. السحر هو بيعملوها للولاد، صراحة بيعملوها هيك. إيزابيل أول شيء ما حبت هاي العصاية، حسيت حالها مثل بنت صغيرة هيك وما مرتاحة. بس بعدين ما تركت هاي العصاية السحرية من إيدها. هي اللي سحر. عصاية سحرية. سحرية. وين في هيك مكتوب إذا أنا بحطهم نفس الشيء عليهم. بتروح عليهم في مثل هاي الإشارات الفيل السحرية، بس تحط العصاية السحرية بصير شيء. نحن ما رح صور لكم الكل مشان إذا رحتوا ما تتوقعوا شو رح يطلع لكم. على فكرة هذا هون كمان واحد من هذا الجينيس ريكورد، لأنه هذا الأكبر بيبر ماشي في العالم. نعم. الشغلات الأساسية كلها طب تصير بهذا الشارع. لما طلعنا لبرا منلاقي هون أكبر عربية بشار بالعالم. هاي داخل موسوعة جينيس. أدوم أنت مين العالم؟ مين لهذا؟ أوكي. صحة. بهذا الشارع ببلش الكرنفال وبدخلوا وعم يرقصوا رقص كتير كتير حلو، واخر شيء بياخدوكم معهم انه ترقصوا معهم وكذا، وجو فرح عن جد. المود بصير غير شكل، يعني بكونوا جاهزين لهذا الكرنفال. مختلفة، هي مختلفة الاضاءة والفايبس، والعالم كلها عم تبتسم، كلها عم تضحك، هيك جو رهيب، وما في زحمة لانه اسا فتحة جديد. رهيبة عن جد، تستاهل الزيارة 100%. هلا نشوف العروض، لسه ما شفنا العروض، عروض الواوي نشوف. هلا بعد ما خلص العرض الاول طالعين على العشاء، مطعم اسمه بيرد اوف بارادايس، عصفور الجنة. لك اذا بيت شبيت جوعانه سبقتيني. لا مو جوعانه، بس بدي اشوف متخمس من هذا النط نط نط. حبيتكم تاخذوها متضمنه البوفيه العشاء. العشاء في خيارات كثيره، نباتيين، اكل هندي، اكل صيني، اكل تايلندي، واكل حلال، يعني اي شيء بدكم اياه موجود بالبوفيه. بيلي عملتنا هذا الفتاي، الفتاي هذا اللي صورونا اياه هلا صار جاهز، وهذا المشروب، مشروب عندهم مشهور كثير كثير. هو بيجي عصير اناناس وليتشي وليمون وهيك شغلات، فيكم تطلبوا كحول، في بلا كحول، هذا بدون كحول. يا سلام، هيك بيشرب هيك. لا والله يمكن بنحط له شو ليمونه، ما يعني هيك قدر. منعش. كل زاوية ديكور بياخذ العقل. لك شيء انا صدمت فيه، صدمت الاخير. هذا هون شكله شو مثل كانديلان صح؟ لا، هي حمام. ماماو تعال شوف هاند سوب. كان عندهم ستروبري اورنج ليمون، حط بس انتو ايدهم هيك وبيطلع سوب. بس شيء ماماو، تعال شوفوا. التواليت كلها بتضوي. كله مضوي. واحد بس خالص التواليت وبس بتروح بلا مرسل، ممنوعة. ليك اجت هي قالت لا ما فينا كلام بلا، ليك بتخوف، اقسم بالله بتخوف. كمان تعال شوفوا، اكيد يعني كل التواليت لهم شيء هيك ديكور كثير حلوين. هون شوف التواليت بتضوي. كمان هون في شيء غريب عجيبا، واحد بس ياخذ تواليت احيانا بتمل صح؟ بتمل. واحد بس ساعات هون شو بيطلع؟ بيطلع هذا الروبوت. هلو ليك جود هاو ار يو؟ يعني بيحكي معك، يعني انت عاد ما بتمل. We're so happy to have this moment together. See you soon. يا محمد، يا محمد شو حلو، يا محمد شو حلو. يعني بس هاي المحل بيستاهل اقعد فيه. العرض الحقيقي الرهيب الكبير الضخم اللي جايين مشانه للاسف ممنوع التصوير جوا، فاخذوا تليفوناتنا مشان الناس فعلا تستمتع. هلا خلص العرض، صراحة بيسرع سرعة. حلو كثير، كثير حلو. هن بس كرو عندهم 1000
200 1200 شخص موظف هنيك، موظف بس الموظفين 1200 شخص لازم تحضروا مره واحده بحياتكم. كثير عجبنا. هي كمان يعني ما استحتوا مع حيوانات وهيك حبيتها كثير. ايه كثير حلو، كثير هيك كثير ظريف يعني. هلا وين بنروح؟ هلا بجر هذا قصه شو برنس افتح البوابه. اه لازم البرنس افتح البوابه لكل العالم مشان يدخل. شوفوا بنكتب ضوء، فهلا رايحين نشوف هي اخر مقطع. يلا بعد العرض فتحوا الابواب للحديقه الاضواء. يا جماعه الاضواء خياليه، فيها اكثر من 4 مليون لمبه ضوئيه، تصاميم من موديلات شيء بياخذ العقل. كثير كثير حلو. يستاهل؟ لا ما بيستاهل، اجباري واحد لازم. انا كثير متحمسه للنجاحات، الاكسبيرينس كثير حلو. شو شايفين هون قبل؟ روح على كل المحلات، روح على حمامات، روحوا على صور المحلات، روحوا لابس الثياب. تعوا بكير ايه. تعوا بكير وأملوا كل شيء، عن جد جو كثير حلو لكلهم، يعني الأولاد والولاد. أنا كثير مبسوطة وكثير متحمسة، عن جد عن جد بتستاهل 100%. جنب الكرنفال ماجيك في الفانتسي، كمان كثير مستاهلة الزيارة، كمان كثير. هون هذا الملعب ما ملعب مثل ديزني لاند، مثل اللي تعمل حركات محركات. ما ملعب لا. اسمه المحل. معاد. بس المحل هذا هون مثل كلتشر، مثل عشان نشوف الكلتشر التايلندي. عادات. لهيك نقلينا محل هون شكله فينا هيك حط بالستيام. لك حلوين ما؟ خربين شوي. قررنا نجرب اللبس. جبت هاي. ليك كيف تطلع؟ يا محمد شو حلو. نشوف كيف تطلع الغدومة. لك الملك. ليك الملكة بالبورس. وهلا بكم تشوفوا الملكة ورا. طبعا هذا سبيشال لانه ما عندهم ماي سايز، فجابوا لي اياه سبيشال يعني هيك مشان. بس كيف لك اكسسوارات؟ خير وشغلة صعبتكم الملك. ليك 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 حتى لو حطوا شوز كمان. ما شاء الله ولبيبي طالع بجنني. هيك روح شوف حطوا لك الذهب وما الذهب لك بس مع الاكسسوارات مع التاج مع كل شيء فيكم تاخذوا صور. هذا وراي المسرح وين رح يصير العرض بساعة 3000 بني ادم، 3000 كرسي هون الساحة لحالها بشكل عام. يعني انتم ماشيين بتنبسطوا ليكم مثلا هيك في اللي ماشيين حواليكم فيكم تطلعوا تاخذوا جولة على الفيل. يعني شيء خيال عن جد، شيء خيال كثير، والجو كثير حلو ولطيف. كمان في عشاء وفيه مفتوح، في خيارات كثيرة، كثير كثير الأكل طيب. بعد العشاء في نشاطات كثيرة ممكن تعملوها، فيكم تتفرجوا على عرض رقص مفتوح لكل الناس تشوفوا، في ألعاب كثيرة. إيزابيل حاولت التقويص بس ما مشي حالها، وأنا حاولت زبط الأسهم بس كمان ما شكله حلو. كأنه ما ربح شيء. ما في حظ لكي. هي هدية ما بقدر اجيب لك اكثر من هيك. هي ايس كريم شوكولا بالنعناع اللي بتحبيه انت. تفضلي. نعناع هيك بتبرد الرسم. يلا رح يبلش الشوخ ينخف. يلا شكرا. حباب هسه قولي ما بدي لك. كمان هذا العرض ممنوع التصوير فيه للاسف، فلهيك اخذوا تليفوناتنا والكاميرات، ممنوع التصوير بشكل كثير جدي. وهلا خلصنا واخذنا موبايلاتنا. شو رايك انت بالشو؟ شو كان كثير الوان، كان كثير في اكشن صراحه. الشو والعرض خيالي. يعني التاثيرات الصوتيه، التاثيرات الضوئيه، الحيوانات، الفيله، شيء خيال. انا بعالم روحوا من سيلينج نزلوا ما تخربينهم اذا بدهم يجوا يحضروا. شيء عن جد رائع، يعني تجربه من العمر. بس اذا في شيء اذا بدكم نشتري تيكتات بيستاهل واحد يشتري تيكت اغلى تبع السيتنج، لانه بتشوفوا اكثر. ايه لانه بتقعدوا الطابق الفوقاني هيك وبمروا قدامكم الفيله وكذا وهيك قصص. يعني التجربه كانت كثير حلوه. بكون عجبكم هذا الفيديو، بنشوفكم فيديوهات ثانيه كمان بتايلاند، وتصبحوا على خير. هلا جاي الباص ياخذنا يرجعنا على اوتيلنا. سلام.